النادي الاهلي كان افضل له يلعب الزمالك ولا يلعب بيراميدز في الفاينل بتاع السوبر؟ لا الزمالك طبعا. الزمالك طبعا. اه طبعا، مش بس فكره ان انت خسران بطوله قصادهم فانت عاوز تعوض ده بسرعه، لان النادي الاهلي وجماهيره ما بتستناش على فكره الخساره كتير. نعم. لا لو اتكلمنا بقى كوره وفنيا، لا بيراميدز اعلى من الزمالك فنيا. الزمالك بيمر بمرحله من وجهه نظري فنيا مش افضل حاجه، لسه كسبانك في السوبر. كسبان لان انا كنت سيء. سيراميك كليوباترا عمل ماتش للاسف على الاهلي افضل من الزمالك عمله على الاهلي، مع كامل احترام تدريب سيراميك كليوباترا. ده معناه ايه؟ ان احنا بناكد كلامنا، انت مش في حالتك كابتن. منافس النادي الاهلي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي كويس مع كامل احترام لكل الفرق المصريه في مكان مختلفه تماما، يعني الاهلي لو في حالته انت بس مش قلقان. مش قلقان خالص. نعم. طب ازاي الاهلي يبقى في حالته قدام الزمالك؟ ان كولر يستعيد هويته عشان الاهلي يستعيد هويته، لان الحقيقه كولر بعيد تماما عن كولر اللي اشتغل مع النادي الاهلي اخر سنتين. عايز يخسر يعني مثلا ولا ايه حضرتك؟ انا ممكن تفتح اسئله كتير، لكن اكيد ما فيش مدرب فعلا عايز يخسر، وزي ما قال فارس، لكن ما احنا حساباته اقتنعنا يا اسامه بقى انه اقتنعنا كان والله يا كابتن اقتنعنا. مصمم يرجعنا لنقطه الصفر واحنا وانا ممكن داخلين اروح ماتش لفاصل الزمالك. واكمل الحلقه انا وفارس يعني ويا نهار ابيض لحد ما يا نقنعه كابتن، يعني يا نهار ابيض ما احنا يا اقتنعنا يا كابتن. اسامه بقى. يا ريت يا ابني الله هيوحشنا قوي على صاحبك ده يا عم فارس ده. احنا اقتنعنا خلاص وانا اقتنعت. انا دلوقتي عايز اسال او انا بسال دلوقتي ان شاء الله باذن الله بدون الاهلي في مقاطعه، حالته، الاهلي في حالته يا كابتن كيف يصبح الاهلي في حالته؟ ان هو يرجع ما يلعبش في التشكيل، حط ماشي. التشكيل اللي انت عايزه اديني والاهم. ممكن اقول لك التشكيل على لا طول؟ استنى قول لي. انا هعكسها، قول التشكيل من الامام للخلف تمام، وانت تقول الخط وبعدين يرجع هو يقول. تمام يلا تمام يلا. مين اللي يبدا؟ قول الامام. ها قول انت الامام. طبعا انا مع الامام ان يكون موجود حسين الشحات. الشحات طبعا. هضطر اقول بيرسي تاو لان رضا سليم ما لعبش مباراه مع كولر في بدايه الموسم، فاقول بيرسي تاو في البدايه وامامه وسام ابو علي. ده الثلاثي وسام وبيرسي. اتفضل يا عم فارس. لا اسام قول. طب انا ممكن اختلف معاه في الثلاثه. انا عايزك تختلف. انا عايز اختلف. انا نفسي رضا سليم. انا ما اختلفش يعني. نفسي رضا سليم ياخد فرصه. بيرسي تاو قدام الزمالك رقميا مع النادي الاهلي. انا مش بقول لك انا امنيتي ايه. انت حضرتك حطيت تشكيل واكلي وبحلاها يا ابني. انت قلت الشحات وسام وبيرسي ده اللي هيلعب. ما تحضرش على راي الراجل. ماشي انا قلت رايك. خلاص بقى كابتن شمير، عايز ترجع ارجع، عايز ترجع في رايك ارجع. امنيات ولا كولر؟ لا مالناش دعوه. التشكيل اللي انت شايفه الامثل. انت شايف ايه الامثل؟ لا الامثل رضا سليم وحسين الشحات لا 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 معلش انا معلش. لا اصل انت اديله فرصه ثانيه. عارف الاغنيه؟ عارف النقطه بتاعت اديله فرصه ثانيه. طيب رضا سليم وسام الشحات طبعا. يلا انا متفق. ثم الثلاثه انا بشوف ان امام مروان استنى اصبر شويه عشان انا ماليش راي. لا ده حضرتك انا بقى وسام والشحات وطاهر. تمام استغل حاله الثقه اللي هو فيها. تمام حلوه يا كابتن واقدر العب بطاهر والشحات وليها ابعادها طبعا ودوافعها النفسيه ده جدا. ده وجهه يعني. نظر. تعالى لي نص الملعب. اقول قول. انا شايف مروان ماشي وامام ونفسي كوكا يبقى معاهم. كوكا بالورك ريت العالي بتاعه ماشي. بطاقته البدنيه بانه لاعب انا شايف انه يقدر ماشي. يدي النادي الاهلي حلو. حاجات كتيره قوي النادي الاهلي مفتقدها. مروان وامام وكوكا. اتفضل. انا عايز كوكا ومروان كوكا وامام وقفشه. انا محتاج ان النادي الاهلي يبدا يلعب يلعب باثنين. اثنين كوكا ده سلم نص الملعب. كوكا سنة بس وامام وقفشه. انا اتمنى يا كابتن احنا النادي الاهلي والنادي الاهلي مش محتاج ابدا ان هو يلعب باثنين في وسط الملعب هويتهم تميل لفكره الدبل سكس. حتى لو انا بوظف لاعب منهم في مركز 8 انا لازم اكون عندي الاستحواذ، والاستحواذ ده هيتصنع من لاعب 8 بمعنى 8 زي امام زي ما بدا الموسم ماشي. الماضي ولاعب عنده الكره ويقدر يطلع بالكره ويقدر ياخد الريسك باص زي محمد مجدي. طيب هختلف معاكم في حاجه. اتفضل. مروان كلنا متفقين. امام متفقين. انا هقول هنا اكرم وهقول ليه. اتفضل. هقول انه معايا قفشه ومعايا كوكا دول ورقتين فله. يعني دول ينزلوا الشوط الثاني يعني يعملوا لك كل الشغل اللي انت عايزه في اي نتيجه طبعا. كسبان او لا قدر الله متاخر او متعادل وعايز تكسب. فانا شخصيا بحب حته التامين وعندي امام ما شاء الله رايح جاي وعندي ثلاثه مهاجمين قدام. بس عايز اقول لكم يا جماعه شوفوا القصه صعبه ازاي. فارس اختار تشكيل
واسامه اختار تشكيل وانا اخترت تشكيل. تعال نروح للدفاع. ممكن اعقب بس على النقطه بتاعتك؟ طبعا. انت عقبت على تشكيلي. اتفضل. لا اتفضل طبعا. التشكيل هنا ديمقراطيه. تكلم. هنا ديمقراطيه. تكلم يا ابن الشعب. تكلم يا ابن الشعب. انا متفق تماما معك. كابتن احمد شوبير حط التشكيل الامثل للنادي. يلا قول. التشكيل ده الثلاثي ده. اتذكر. اتذكر يلا. خلاص بقى. الثلاثي ده اللي لعب ماتش السوبر وفقدنا الاستحواذ امام. السوبر الافريقي قصدك؟ وفقدنا الاستحواذ امام نادي الزمالك. فانا شايف ان لا لازم يكون عندي لعيبه كويره في وسط الملعب. عموما هنا الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. تعالى نروح للدفاع. بس انا متفق ان تشكيلك الامثل. خلاص بقى. هو بس بيقول رايه. هيوحشنا. يلا هات الديفنس. ناحيه اليمين انت خلاص عمر كمال. لان خالد عبد الفتاح وهاني مصاب. انا بقى عايز اقول الاثنين المتاحين اللي هو ياسر. انا ياسر ربيعه. بس انا اتمنى كنت اشوف يوسف ايمن مكان ياسر ابراهيم. كنت اتمنى. لكن بما ان ياسر وربيع عايز اقول بس نقطه واحده كابتن. هنا ان ربيع اللي يلعب ناحيه اليمين. وطبعا يحيى حسن الله ليه ربيع يلعب ناحيه اليمين؟ ربيع حاليا بعد خروج محمد عبد المنعم هو اكتر سنتر باك في النادي الاهلي قادر على التدرج بالكره. قادر على انه يطلع بالكره. طيب. فانا لما بحط ربيع شمال بدخل رجله اليمين داخل الملعب فبيبقى في مشكله. ويحيى عطيه الله. طبعا تمام كده. عمر ولا اكرم باك رايت؟ لا عمر. 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 وياسر. عمر وياسر. ورامي. مش هتكلم. مالكش دعوه بيه. لا عمر وياسر. انت لا تتذكر. هو يتذكر. وربيعه ويحيى عطيه الله. ولكن انا بقى طبعا الكلام عن يوسف ايمن مهم. ولكن اشرف داري هي مفارقه غريبه يا كابتن. الاصابات. انت منعم حسيت بغيابه. طبعا مع احترام لكل اللعيبه الموجوده اكيد. ولكن احنا بنتكلم عن واجبات. كنت انت مش هتحس بان انت عندك مشاكل فنيه فيها وانت بتطلع بالكوره. انا شايف ان احنا افتقدنا اشرف داري. ومش هنا وبس. انت جايب لاعب زي ده كابتن شوبير عشان سوبر افريقي عشان سوبر مصري عشان كاس عالم للانديه ثلاث ماتشات. انا بشوف ان الدوري انت كنت هتقدر تمشي فيه. معلش ان شاء الله. ان شاء الله البركه في ياسر ورامي ان شاء الله. حراسه المرمى رايي طبعا منافسه ما بين اثنين حراس وده جميل. مصر كسبتهم. بشوف ان مصطفى شوبير انا مع ان هو طالما خد في المباراه الاولى يكمل. نعم. انا ده وجهه نظري. سيادتك كابتن مصطفى شوبير وكابتن مصطفى شوبير هو قال مصطفى شوبير الوحيد اللي قال عليه كابتن يعني. لا والله تختار مين في حراسه المرمى؟ بص يعني انا شايف المنافسه دي بترجعنا تاني لجيل الثمانينات. مش مجامله في حضرتك وحضرتك قاعد بالظبط نفس التاريخ بيعيد نفسه. كابتن كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل وكابتن احمد شوبير ده مختلف تماما لاول مره من فتره طويله نلاقي الثنائيه دي. فانا ادعم اي حارس مرمى. اي حارس مرمى. طب انا عايز بقى اقول حاجه في الحته دي برضو. الماتش اللي فات عشان الناس تبقى فاهمه ان ازاي هي وجهه نظر. انا كنت مع ان الشناوي يبدا. والله. طبعا كتبت التشكيل مقترح وقلت ان الشناوي يبدا. ولكن انا بتكلم في اطار ان مصطفى لعب الماتش الاول. وانا مش مع مدرسه فكره ان جوه بطوله واحده حتى حد خد مباراه وفي نفس البطوله الماتش اللي بعده حد تاني خد مباراه. انا اتفهم ان ممكن مصطفى يكمل ثم بعد كده بتروح لماتش العين الشناوي يكون موجود عادي خالص. طيب يبقى احنا اي حارس مرمى من الاثنين. انا بعتقد انه بطريقه قرايه الفكر مستر كولر انه الشناوي قد يكون اقرب لحراسه المرمى في هذا الامر.